مرحبا دكتور. اهلا كابتن سامر، اهلا وسهلا. شو اخبار ام وائل؟ بعدها بالعنايه المركزه، ولحد الان ما نعرف مرحله الخطوره اللي هي فيها. وائل شنو اللي صار؟ اعتقد كل زين تعرف شنو اللي صار. وائل هاي شبيك؟ شو قضيه كابتن سامر؟ ممكن اعرف شنو الموضوع؟ مو وقت للنقاش، وكابتن همسه بالنقاش. اهلا دكتور. اهلا وسهلا. شنو درجه الخطوره؟ لا ان شاء الله ماكو اي خطوره. احنا كنا خايفين من توقف القلب لحظات من الدماغ، بس الحمد لله يعني كل الفحوصات اثبتت انه ماكو اي تاثر على الدماغ. الحمد لله والشكر. زين شو وقت نقدر نشوفها؟ لا حاليا ما تقدر تشوفها، لان هي حاليا الان تحت تاثير المنوم. يعني بكره الصبح راح ينقلوها للردها وتقدر تشوفها براحتك وتحكي وياها. بس المهم لازم تبقى هنا يومين تحت العناية الطبية حتى نتأكد من صحتها. عن إذنكم. شكرا دكتور. استاذ سامر تعبناك ومشكورين على جيتك هاي، بس اعتقد لو تغادر المستشفى افضل، لان وجودك مو مرغوب به هنا. هاي شنو هالكلام وائل؟ كابتن سامر زميلها من زمان لامك، بعدين ما تصير تحكي وياه بهالطريقة هاي. دكتور نجيب، ما اتصور صحيح نحكي بصوت عالي واحنا بالمستشفى. بعدين اشوفك واتفاهم. مع السلامه. مع السلامه، نشاوب باكر ان شاء الله.